مؤخرا عرفت بعض المواد الغذائية ارتفاع صاروخي في الأسعار، مما سبب سخط وغضب بعض المواطنين اللي عبروا على الاستياء ديالهم، خصوصا في ظل الحالة الاجتماعية اللي كيعرفوها الناس ديال محدودي الدخل وفي ظل الجائحة ديال كورونا. نزلنا الشارع اليوم باش نعرفوا تعليقات وآراء المواطنين حول هذا الموضوع، ابقوا معنا. السلام عليكم، عبد العزيز بن مفاعج مع وجهة الدار بدسطات. اكيد هذا كيضر جميع المغاربه، اكثريه جاتنا مع الانتخابات، تلاهينا في الانتخابات ما جينا فين ندورو تلقيناهم زادوا في الدقيق في الزيت في كل شيء، اي حاجه تزاد، العدس الحمص كل شيء تزاد، ولكن علاش زادوا حتى جات الانتخابات؟ قبل الانتخابات كانوا يديروا هذا الشيء، علاش حتى الانتخابات؟ هذه وحده. الحاجه الثانيه هذا الشيء لينا ضرر، كاين دوك الناس اللي ما عندهم ان شاء الله يحصل العوان. واحد حاجة أخرى اللي خصهم يعرفوا، هاد الناس اللي زادوا في الخبز كانوا يشوفوا الناس اللي كيبيعوا لنا الخبز اللي كيعجنوا، دوك المحلات اللي تحلوا دابا خبز سريع تيقول له خبز دار ديال درهم، راه ما كاين لا ليجيان، ما كاين اللي كيدور يشوف هاد الشيء، ما كاين حتى والو، ما يحك شعره ويعجن، حالته حالة. حنا كنطلبوا منهم الله يرحم بها الوالدين ديك الشرطة الإدارية اللي خرجت تخرج تخدم، ولكن أملنا كبير في هاد الناس اللي جاوا دابا بحال جات الدار بيضاء سطات كاينه مدام الرميري، تنوجهوا لها هذا النداء باش يخرجوا هاد الناس يجي يخرجوا دوك الشرطه تخدم. علاش خرجنا الشرطه اداريه باش نخدموا؟ يخرجوا يشوفوا لنا هاد الشيء. وزيدوا ثاني حاجه اخرى، راه في هذه اللحظه اللي حنا مشتغلين مع الانتخابات الناس كيركبوا دي بانو ديال الاشهار ديال المدارس ديالهم وديال الحراسه والقيامه. الا درت وحده السليمه بلا ما نذكر الاسم ديالها، هي هنا قريبه برانس مولاي عبد الله، تلقوا بانو ركب بين الليله والصباح، ركب بانو كاين بلايص داير لك ممنوع ستاسيونمون. حنا ما كيضرنا هذا الشيء، حنا ما نشوفوش غير الخبز والزياده، ونشوفوا حتى هذا الشيء، لان كتلقى المواطن غادي في الشانطي والطريطوار عامر كيبيعوا فيه فراشه الحوايج، راه هادشي خصهم ينوضوا يخدموا. هذا البيرو اللي جا جديد، املنا جديد دار بيضاء تستقبل الزوار ديالها في حله جديده، ونشوفوا الاجانب من يجيو ما يضحكوش علينا يشوفوا الدار بيضاء. وحنا كنطلبوا من هذه العمده اللي جات باش تعطي اولى المدينه، هادو اللي جاو يطلبوا باش هاد الديور يتصبغوا ويتقادوا. الا شفتوا هاد الدار كي دايره راه عيب، يجي السواح يشوفها غيضحك علينا. واش حنا كنقولوا بيضا وين؟ وريونا الدار بيضا بحال مراكش، الا دخلتي لمراكش الرياضه عندهم يضرك راسك، دخلتي للرباط ملي كتكون بيدوان دايره شي تظاهره يضرك راسك، علاش غنجيو للدار بيضا ونتبهدلوا؟ حنا ولا الدار بيضا ما كنرضاوش نفسنا وتنموتوا على هاد المدينه، وبغينا نشوفوا كيف يشوفها سيدنا. سيدنا ملي كيدخل لكازا راه كيبقى يدور. حنا مجتمع مدني، راه خصنا نهضروا على هذا الشيء باش ما يبقاش فينا الحال، لان يوم القيامه غنتحاسبوا. قال لك الا شتي شي منكر غيروا، واجيو صبغوا لنا هاد الديور الله يرحم بها الوالدين. الله بنيتي هضرنا بزاف وحق الله العظيم، كاين مسكين اللي ما لاقيش حتى خبزه ما ياكل، واش مني ولا الدقيق بار فرانك ولا السميده بار فرانك، واش هذا حق؟ وزيت ب 360 ولا مع 400 16 ميل بوتزات شي بزاف، واش هذا حق الانسان؟ واش باش يحنوا فينا؟ زادوك كاينه كورونا وزادوك قرفصونا. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا كانوا هاد الناس يشوفوا فينا يرحمونا باش يرحمهم الله، باش يحيد لنا هاد المرض ويحيد لنا هاد الكوفيد ويحيد لنا كلشي. وحنا محدنا حنا قهرين وزادوا قهريننا، لا خدمه لا خدمه لا لولادنا لا لبناتنا لا لينا حنا بروسنا. واحد عنده 7 ولا 8 ولاد ما لاقيش ما ياكل وزادين لهم في كلشي، راه حرام. لا اله الا الله محمد راه ربي واحد اللي كاين، راه اليوم دنيا وغدا اخره، راه غدا غيتحاسبوا من شهر عينيهم. شي قال لي عذبنا غادي يعذبوا الله، شي قال لي عذب شعبه غادي يعذبوا الله. الملك الله ينصرو، ما دار لنا مسكين والو، الله يجعل صدر ربي يزيد في ايامه ويشد ليه في الوليدات ديالو ويشد ليه في الصحيحه، ولا يوينينا هاد الناس الكبار الله يهديهم علينا. راه القوي ما تيبان ليه الضعيف، واحد عنده باش يشري بوتات زيت ب 2000 ريال وب 3000، واحد ما لاقيش 100 ريال تاخذ زعما لاقاش باش يدخلها. لا اله الا الله، الله يهدينا والله يصرف بينا والله ينصر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا كمواطن مغربي كنستنكر هاد الزيادات اللي وقعت على مواد اللي هي اساسيه واللي هي مواد ديال الفقراء اللي كيستهلكوها الفقراء ديال البلاد. فكنقولوا للمسؤولين شويه ديال الكبده على هاد المواطن اللي مسكين، راه ديجا جات الجائحه ديال كورونا، بزاف ديال الناس فقدوا الخدمه ديالهم، بزاف ديال الناس ما بقاوش خدامين،
وهذه الزيادات غتزيد السخط ديال المغاربه، وغادي لا قدر الله يقدر يكون احتقان اجتماعي، لان هذا الشيء دابا الشيء اذا زاد عاوتاني هذه الزيادات عاوتاني غادي يشكل واحد تدمر كبير عند فئات كبيره ديال المغاربه. وكنتمنى من المسؤولين انهم يراجعوا هذه الزيادات، يديروا واحد التضامن، عندهم يعني حلول كثيره باش هذه المواد تبقى في السعر ديالها الاول، وهما ديك الساعه تيديروا واحد في الحكومه الجديده راه عندهم طرق باش يخليوا المواد بالثمن ديالها. وكنتمنى هذا النداء يلقى صدى ويلقى تجاوب من طرف المسؤولين، وشكرا. ما مقبولاش، انا نقول ما مقبولاش، ايوا والغالب الله ما عنده ما هدف، هي قاصحه صراحه. اختي ان شاء الله يصوب الجميع وصافي. دابا اللي كيطلع كيدير شغله وكيدير مسائل ديالو، ولكن ايوا الخبز على كل شيء، السميد وكل شيء، في الحقيقه كل شيء تزاد، حتى الخضره تزادت، كل شيء تزاد. الحكومه الله يهديهم، خليهم الناس المسكين خليه يعيش. هذا ما نقول لك، التاجر كيشري كيشري، المسكين اللي كتجي فيه، وهذا الشيء ما كاين. انا اللي ما تفهمش ليا هو واحد الزياده في الخبز في هذاك النهار واقيله ديال الانتخابات، ما هذيك اللي ما تفهمتش ليا. مشيت للباتيسري كما العاده كنلقاهم زايدين 33% في الخبزه، خبزه ديال 150 سنتيم ولات بجوج دراهم. ما فهمتش بدون سابق اعلان، ما قالوها لينا ما والو. والطريق والنهار اللي مهم هو نهار الانتخابات، هذا هو الغريب في الامر. شكون المسؤول؟ هذا هو السؤال اللي عندي انا. الخبز راه هو اللي كياكلوا المغاربه بزاف، فهمتي؟ وما غاديش نبداو نديروا هذا كياكل الخبز فهاد النوع وهذا فهاد النوع، هاد الطبقة نحطوها غير ذاك الخبز التحتاني وآخرين ياخذوا الخبز اللي مزيان. وغادي يقولوا لنا هما زادوا على هذوك اللي شوية متوسطين، هذوك المتوسطين تما واحد النهار غادي يوليو ياكلوا ذاك الشيء التحتاني. دونك راه خص تكون واحد السياسة ديال الخبز. كيما المرحوم كان وقفهم واحد المرة، المرحوم الوفاة كان وقف هاد الزيادات ديال الخبز، مشى للمخابز برجليه، ودابا ما عرفناش كيفاش هاد القضية هادي. ولكن شنو السبب؟ حنا بغينا نعرفوا، يعلمونا شنو الدور ديال التلفازة، شنو هو الدور ديال هاد المسؤولين هادو؟ خصهم يعلمونا، يقولوا لنا ودي ها كاين ها كاين، ويعلوا لنا ويعطيونا السبب. ماشي دو جوغ لون دو ما الصباح تمشي تاخذ الخبز تلقاه مزيود. راه هذا هو فين الاشكال. اخنوش ولا العثماني هذا هو داروا لنا لوسط، فين من غتشد انت؟ داروا لنا نهار الانتخاب، يلا كل واحد كيقول لك ماشي انا، هذا اللي جا يقول لك ماشي انا، الاخر يقول لك انا مشيت، كيفاش؟ دونك كاين شي حد اخر. راه الحكومة الجديدة خاصها تزيد باش هما يزيدوا لهم في الصالير ديالهم، هذه حاجة الأولى. والثانية هما كيصنعوا لراسهم، هذوك موالين الدقيق وداك الشيء كيصوبوا كل شيء، يصوبوا المقرونية في الديور، يصوبوا كل شيء، المغرب كله. أنا كنتسالى المغرب كله، كلهم كيصوبوا في الديور هذا الشيء، ماشي لوزين اللي كان بكري، كان لوزين كان هذا، دابا لا كيصوبوا غير هما. اش غادي دير؟ تيدير الثمن اللي بغا، وتيقول لك سير عند البوليس ولا سير اشكي ليا ما تقضي والو، هكا تيقول لك. واخا تشكي ما كاين، كاع اللي يجي معاك اللي يجي معاك يقول لك اسيدي دبر معاه. اش غادي نديرو؟ نضربو. انت كتشوفي راه هضر الناس بزاف، الناس راه كتموت بالجوع، راه كياكلوا غير الخبز. الناس بوليداتهم بناتهم كل شيء ضعاف، ما تيرضاوش يطلبوا، ما يرضاوش مع هذا المرض اللي كاين، كل شيء تهلك. والفلوس ما كاينينش، كي غادي نديرو؟ الرسالة اللي نوصل للحكومة والمخزن، بعدا سيدنا هو الأول خصو يتوصل بهذا الشيء، يشوف هذا الشيء كيفاش داير، هذاك خصو يدخل هو، لأنه هو اللي كيحكم، كيحكم الله الملك، ياك؟ كاين الله الوطن الملك، أو الله الملك والوطن، بحال بحال، هذا هو الشعار ديال المغرب، ولكن سيدنا الله ينصرو خصو يتحرك شوية، ينوض لهم، يقول لهم أش هذا الروينة كديرو؟ دابا إذا مشيتي غير شي عند القايد ولا عند شي واحد يقول لك أنا ماشي شغلي، كي غادي ندير أنا؟ ودابا الباشا حتى هو الباشا كاين. الدقيق والمواد الأخرى كتزادت قبال الخبز. زادوا في القرعة، زادوا في القهوة، في كل شيء. زادوا في كل شيء تزاد، من هاد الشيء بزاف صعيب. والناس ما عندهمش الفلوس، راه الضعفاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.